اهلا بيكم. الحقيقه يمكن البعض مننا بيقول طب بقول لك يا مستر شريف، ما عندكش اختبارات كده بما انك استاذ في علم النفس، يعني ما عندكش اختبارات تقيس الذاكره، ذاكرتي ضعيفه ولا قويه؟ شوف يا سيدي، هديه مني ليك، هديك الاختبارات دي في نهايه الجزء معانا النهارده، لكن تعال نشوف كتاب الوزاره ادانا اختبار بسيط قوي نعرف بيه مدى قدره الذاكره عندنا وكفائتها لغايه فين. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين في اساليب قياس الذاكره او كيف نقيس الذاكره، بيقول قدام حضراتكم بيتم قياس الذاكره ومدى قدرتها عن طريق عنصرين: التعرف والاستدعاء. التعرف كأن تعرض على الفرد عدة مثيرات وعليه أن ينتقي أو يتعرف على المثير الذي تعرض إليه من قبل، كعمليات العرض للتعرف على المجرم. النهارده لما الحرامي اللي سرق شنطتك وجري وصوبتي في الشارع، جالك ضابط وسيم كده ويقول لك: ايوه يا فندم ارجوكي ما تبكيش، حضرتك اتفضلي معانا في القسم وهنعرض لك مجموعه من المجرمين. وبالفعل بيعرض لك على شاشه العرض 30 40 مجرم متخصصي سرقه الحقائب، وتقولي: ايوه هو ده الحيوان اللي سرق مني الشنطه، هو ده. انت قويه الذاكره انك تعرفتي في وسط هذا المتعدد. على فكرة الاختيار المتعدد كده برضو زي ما يجي لك مثلا سؤال لي ثلاث اجابات ما بين القوسين، كونك تختار الاجابة الصح انت لديك ذاكرة قوية ما بين الثلاثة. عندي كمان غير التعرف حاجة اسمها الاستدعاء، وهي طريقة يطلب فيها من الشخص استرجاع ما سبق تخزينه من معلومات، ان انا استدعي اللي كنت حافظه، زي مثلا حل مسألة رياضية، المدرس بتاعي وراني زي حل المسألة الفلانية، ولما جت المسألة فعلا افتكرت كل الخطوات بنفس الترتيب، انت قوي الذاكرة. او ماما لما جت تعلمك طريقة عمل البيتزا، لما جه خطيبك وجي قرايبه وبتاع وقالوا له، ومامتك قعدت بقى تتفخر كده في وسط الناس وتقول: على فكرة يا جماعة انا بنتي بصوا ملهاش مثيل في عمل البيتزا. كونك تتذكري كل خطوات عمل البيتزا السبع زي ما هي وماما علمتك بالظبط، هذا هو قوة الذاكرة او ما يسمى الاستدعاء السليم، طبعا بصرف النظر عن الضحايا اللي حصلوا بعد ما اكل. لكن دي طريقتين بسيطتين لقياس الذاكرة، ما تنساش التعرف والاستدعاء. تعال نشوف عنصر مهم جدا، النسيان. يا نهار ابيض، الحقيقة موضوع النسيان ده آفة المجتمع المصري وكتير من شبابنا انه دايما بينسى. والحقيقة كمان انا عاوز اقول لك حاجة بسيطة كده، لو انت بتنسى كأكلات يعني في السمك المشوي والسوداني وبعض المكسرات دي بتقوي الذاكرة بالمناسبة يعني. ولو عاوز تعرف شوية حاجات تانية هنقولها بعد شوية، بس عشان الوقت خلينا نتكلم عن الذاكرة او تحديدا النسيان. الحقيقة بيقولوا النسيان هو العدو اللدود والاول لذاكرة المدى الطويل. طب ما هو النسيان ويا ترى ايه العوامل اللي بتأدي ان النسيان يحصل؟ النسيان زي ما حضراتكم شايفين هو فقدان دائم او مؤقت للقدرة على استرجاع ما سبق تخزينه من معلومات. يعني انا بجاوب سؤال الامتحان وفجأة احاول اجيب الاجابة مش عارف، لكن بعد خمس دقائق كده اعصابي هديت عرفت افتكر الاجابة وجاوبت، اهو ده اسمه فقدان مؤقت. لكن لو انا افترضنا مثلا وانت بتحاول تفتكر السؤال واجابته ايه، مش عارف تجيبه يمين تجيبه شمال، مش عارف، روحت البيت اكلت شربت خرجت رحت جيت وبرضه مش ده اسمه فقدان دائم. يا ترى ايه العوامل اللي بتخلي النسيان يحصل؟ التضاؤل، التشويه، الكبت، التداخل. التضاؤل، ويحدث التضاؤل بمرور زمن طويل على عدم استخدام المعلومة مما يؤدي نسيانها. لو انت حافظ رقم تليفون مستر شريف لانك بتتصل الحقيقة بيه كتير قوي اثناء السنة الدراسية، انتهت السنة الدراسية وانتهت العلاقة ولظروف او اخرى بقيتش تتصل بمستر شريف، هل تفتكر بعد مرور مثلا سنة من عدم الاتصال بيه هل تقدر تتذكر رقم تليفون مستر شريف؟ اكيد لا، لانه هنا حصل له تضاؤل. وده الحقيقه اللي بيحصل لنا لما احنا بنذاكر ماده دراسيه ايا كانت، لازم نقعد نراجعها ما بين الحين والاخر عشان ما يحصل لهاش حاله التضاؤل اللي بنتكلم فيها. عندي الحقيقه عامل تاني مهم جدا اسمه التشويه، اللي هو التخزين الخاطئ للمعلومه، ان انا اقرا المعلومه بطريقه خاطئه، زي حفظ كلمة ماني على انها ميني او سوشيال على انها سوشيال. هذا التخزين الخاطئ او هذا التشويه في حفظ المعلومة يؤدي لنسيانها بعد شوية من الوقت. عندي حاجة تاني من العوامل بتؤدي لنسيان، ودي تعتبر
الحاجة الوحيدة اللي بنقول عليها لا شعورية، يعني بتحصل للإنسان دون أن يشعر، ودي بيسموها الكبت. ودي فكرتها بتقوم على إنه بيتم كبت الأفكار والأشياء المؤلمة من منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور. ما احنا قلنا يا جماعة النفس البشرية فيها الشعور وفيها اللاشعور، حكاية كبيرة قوي جامدة جدا هنشوفها لما يجي وقتها إن شاء الله في الباب الخامس. فبيتم كبت هذا الشيء المزعج أو المؤلم أو هذه الذكرى المؤلمة من منطقة الشعور إلى اللاشعور، فيحدث نسيان زي عدم تذكر المواقف المؤلمة، زي إن واحد مثلا مات ليه عزيز عليه، أمه، أخته، صاحبه، حد بيحبه، بعد فترة بينسى أو يتناسى، فبيجبر لأنه تخيل لو ما حصلش النسيان ده نموت. لو كل شيء مؤلم هنتذكره هنموت، لكن من نعم الله عز وجل نعمة النسيان فهي ميزة وليس عيب. يا جماعة كل حاجة في الدنيا زي ما جيها جانب مش حلو ليها جانب مشرق، العب دايما على فكرة الجانب المشرق. الميزة إيه من الموقف؟ كل حاجة في العالم ده ليها ميزة. فالميزة الحقيقة من النسيان إنه يخلي الإنسان يعرف يعيش ويكمل حياته. فهو تاني نقول الكبت هو نسيان مدفوع لا إرادي، يعني بيحصل دون قصد منه. نيجي لعامل الآخر هو التداخل، اللي هو تداخل المعلومات على بعضها، الجديد على القديم أو القديم على الجديد، مما يؤدي للنسيان. يمكن ده يفكرني بحاجة لطيفة قوي، زي ما يجي مثلا يقول لك إيه مستر شريف إداك ملزمة ليلة الامتحان، ملزمة جامدة جدا مش هيخرج عن الامتحان، خدوا بالكم يا أولاد، وأنت بتمرن عليها زي الفل، وأنت ماشي الصبح كده بتراجع قبل اللجنه، واحد صاحبك واثق فيه قال لك بص انا معايا ملزمه المدرس الفلاني ده اشترى الامتحان وبيقسم بالله انه اشترى الامتحان، يا عم انا كدبت عليك قبل كده، والله العظيم اسمع الكلام ده، والله العظيم تالتة بكلمك جد. تقوم انت يعني ما بتسمعش كلام ابوك ومدرسك زي ما بتسمع كلام صاحبك، فتسمع الكلام، تمسك الملزمه بتاعته، صحيح المعلومة هي هي لكن التناول مختلف، وده صح وده صح بس طريقة غير اللي انت متعود عليه، فيحصل تداخل. ليه كده؟ تداخل المعلومة الجديدة، المعلومة الجديدة على المعلومة القديمة، تخش الامتحان ولا تفتكر جديدة ولا قديمة، فيحصل نسيان. شفت بقى انت اللي عملت في نفسك ايه؟ برضو واحد بيقول لي بقول لك ايه انا فاكر اختبارات الذاكرة انه في حاجات كده بقيس بيها انا الذاكرة عندي قوية ولا، والاختبارات دي عندك يا سيدي هجيلك. بكده شفنا يا جماعة الباب الثالث، العمليات المعرفية، اللي شفنا فيه كل العمليات المعرفية اللي مصدرها عقل الإنسان، الإحساس والانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة، وشفنا ازاي ان ذاكرة المدى القصير هي المايسترو اللي هو المسؤول عن إدخال المعلومة في الذهن وهو المسؤول عن إخراجها لما نحتاجه. شفنا كمان انه 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 ممكن يتم قياس الذاكره عن طريق التعرف والاستدعاء وانك ذاكرتك قويه ولا لا. شفنا روشته سريعه قبل كده عن التعلم، تحديدا المذاكره وازاي اذاكر بروشته سريعه جدا، عرفنا من خلالها افضل طريقه للمذاكره. شفنا كمان النهارده ايه الحاجات اللي بتخلي النسيان يحصل، زي التضاؤل والكبت والتشويه والتداخل. فلما تاخد بالك من دوت مش هيحصل لك نسيان. اما بقى اختبارات الذاكره، الحقيقه في اختبارات كتير نفسيه بتقيس الذاكره، زي ما في اختبارات بتقيس العدوان، هل انت عدواني ولا لا، هل انت قوي الذاكره ولا لا، هل انت طموح ولا لا، هل عندك الانيشن او اضطراب نفسي ولا ما عندكش، هل انت شخص كاريزما يستطيع ان يشد الناس ليه في اسلوب كلامه ولا لا. واختبارات نفسيه الحقيقه كتير قوي، عباره عن شويه جمل بتعرف من خلالها حقيقة شخصيتك، وليها ثلاث إجابات في كل جملة، نعم لا إلى حد ما، وكل إجابة من دول ليها درجة معينة بعرف بيها، بجمع في الآخر فبعرف بيها حقيقة شخصيتك. يعني مثلا اختبار الذاكرة، هل أنت قوي الذاكرة ولا لا، فبجيب لك مجموعة من الجمل زي لو أنت عاوز تعرف زي إيه والاختبارات زي إيه، تعالنا المرات القادمة اللي فيها حاجات كتير قوي، مش بس الباب الرابع اللي بيتكلم عن نمو والارتقاء وتتابع ونمو وارتقاء الإنسان في المراحل المختلفة، لكن هتشوف حاجات تانية كتيرة كلها بتقيس شخصيتك انت. وطبعا عاوزين نقول لحضراتكم ان انا لما اقيس شخصيتي ببعد من الابعاد مش هتبقى صفة دائمة عندي طول حياتي، انما اقدر اطورها. لو وده كمان هنقولك ازاي تطور من شخصيتك في باب الشخصية الباب الاخير، الحقيقة ده وحاجات تانية كتير معانا في الحلقات القادمة. حقيقة وحشونا المرة الجاية،
السلام عليكم.